انت عارفة ان العراق دي اكتر بلد شبه مصر، فمرة كده هجيب عربية مكشوفة ونلف العراق كلها، هتحبيها قوي. مش عايزة حاجة من الدنيا دي غيرك. العمر سرقني ومش هكمل حياتي غير بالطريقة اللي أنا عايزاها، ومش هتنزل عن أي حلم حلمت بيه قبل كده. عارف اللي مصعش وهو صغير وقرر أنه يصيع وهو كبير؟ أهو ده حالي دلوقتي، بس بالحلال وبشرع ربنا. اتجوزني يا رمزي. ايه؟ اتجوزني. انا اللي جاي اقول لك اتجوزني. منال حسن اللي كرامتها عندها اهم من قلبها. اللي عارفه ان انت متجوز واتجوزت كتير، بدوس على اي حاجه وكل حاجه بقول لك اتجوزني. بس انت ما تدوسش عليا اكتر من كده. اللي انا فيه ده مش حب، ده موت. انا بموت فيك. ايه في ايه؟ جنبي جنبي. انا جالي قبل كده وجع في الكلى، والدكتور قال لي لازم اعمل تحاليل، بس انا طمشت، بس الالم دلوقتي مش محتمل. اجيب دكتور حالا. لا 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 مش قادره، لازم توديني مستشفى رمزي. ابو الفرج ابو الفرج. خير يا مولانا؟ في ايه؟ لازم ننقلها مستشفى حالا. هتعرف تأمنها؟ هعرف بعون الله. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.